ما هو ارقام الخطيب والكره الذهبيه وهو مش محتاجه كلام اعتقد، انما الكلام للاجيال الجديده، لانه كابتن جمال عبد الحميد نفسه اللي شاف ان الخطيب كان بيلعب عليه بسبب ضغوط الجرايد، وان كابتن عبده صالح الوحش لعبه في المنتخب عشان الجرايد بتضغط، وقال له قال ايه؟ قال الميزان بتاع كابتن خطيب رجع شويه، طبت كفه الخطيب، حط الاخبار والاهرام والجمهوريه في كفه. فالكابتن وحش اولا ده عيب في حق الكابتن وحش، دي اساءه لقيمه كرويه رياضيه كبيره رحلت. لا يمكن حد بقيمه الكابتن الوحش هيشارك جمال عبد الحميد او يشارك الخطيب عشان ضغط الجرايد وبلاش جمال عبد الحميد. انت بتتكلم في فتره الثمانينات اللي الخطيب كان واخد فيها احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب الوحيد اللي كان خد الكره الذهبيه، كان محتاج ان الجمهوريه والمسا والاخبار والاهرام يضغطوا عشان الخطيب يا كابتن جمال. ده انت نفسك، انت نفسك ليك راي في مواقف الكابتن محمود الخطيب معاك، لكن للاسف بتنسى واحنا بنفكرك. في سنه 77 ضيعنا الدوري العام وخدوا نادي الزمالك، وكان اخر 77 78 دوري 77 78 يا عبد الناصر. فاحنا كنا بنلعب البلاستيك، وانا وطاهر الشيخ والخطيب ضيعنا جوال كتير جدا، وتعادلنا مع البلاستيك 0-0 وضاع الدوري. كنت صغير انت بس. فانا قلت اعتزل الكوره وانا عندي كام 19 سنه لسه، كان لسه 77 19 سنه، قلت اعتزل الكوره وقعدت. كان عندنا كاس مصر، فقعدت ثلاث اربع ايام في البيت ما اروحش. فهديكوتي قال هو جمال فين وما بيجيش ليه؟ فقالوا ما بيجيش عشان زعلان ان هو ضيع جوال في ماتش بلاستيك والدوري ضاع وكده. فلقيت ايه، انا قاعد في البيت بقى وايه حزين جدا، لقيت الشارع زحمه والدنيا متدربكه تحت في انا في صحن السيره وفي الدور الرابع، وقدامي حته فاضيه كده الجنينه، لقيت الدنيا زحمه قوي والناس عماله تهيص وتجري والعيال. فببص من الشباك كده لقيت الخطيب جاي بعربيته، وشافوه من اول الدخول عن السيره وبيجري وراه. طبعا الخطيب كان بقى ايه عندليب الكره المصريه طبعا. ودخل وركن تحت البيت وطلع. فانا استغربت الخطيب بنفسه جاي لي لغايه البيت، شوف بقى انا بلعب راس حربه وهو راس حربه، ده مهم جدا الحكايه دي. فدخل امي طبعا رحبت بيه ووالدي وكده، والدنيا بقى زحمه وفوق ومفيش صور بقى، كان زمان في صور مفيش موبايلات، كله عايز يسلم اوتوجراف يسلم اوتوجراف. المهم فالله بيقول لي انت فين؟ قلت له انا خلاص بقى بطلت كوره، وانا كنت لسه ما لعبتش 10 ماتشات 9 ماتشات. قال لي انت خايب؟ بطلت كوره ايه يا ابني؟ انت بكره هتضيع وبكره هتجيب وبكره هتكسب دوري وبكره هتخسر دوري يا ابني، الكوره فيها كل، انت خلاص بقيت لعيب كوره. بعد اذنك يا حاجه انا هاخد جمال يقعد عندي لغايه ما الكاس يخلص، كاس مصر يخلص. كان فاضل شهر على كاس مصر. فالله قالت له بس، قال لها حاجه ما تخافيش، ده انا وهو وشطه ومختار مختار ومهر همام وحمدي جمعه و الشيخ و فتحي مبروك. لا انا بتكلم عن اللي بنقعد فوق في الشقه بتاعته. هم كانوا شقتين اربعه واربعه. اللي هي في المانيال. فقالت له وديك كابتن عبد العزيز. طب يا ابني حاضر مش عارف ايه كده، راحت لماني هدومي ورحت نزلت معاه في العربيه طبعا ومشيت. الناس اول مره كانت تعرف ان انا بلعب في النادي الاهلي، اما الخطيب جه تخيل بقى لي سنه بلعب ومش عارف بقى. ايوه المهم خدني وداني. تخيل بقى ما بيبقى راس الخطيب ده راس حربه، عشان كده بيقول انت اتحاربت. لا وجمال عبد الحميد راس حربه، ويجي راس حربه بتاع النادي الاهلي يجي ياخدك عشان كان بيعمل نعم عنه. يبقى ده اخلاقه عامله ازاي؟ يعني يا كابتن جمال انت بنفسك شفت شعبيه الخطيب تحت بيتكم عامله ازاي؟ تحت بيتكم في عين الصيرة. انت بتقول ان انت في 77 بعد ما ضيعت جوان كتيرة في ماتش البلاستيك وضاع الدوري بسببها، خدت قرار ان انت هتبطل كورة وقعدت في البيت. فجأة لقيت الدنيا تحت بيتكم في عين الصيرة اتقلبت، بصيت من الشباك ايه الخطيب ظهر، ورايح لك الكابتن الخطيب البيت ويستأذن من الحاجة هاخد جمال عندي في البيت لغاية لما نخلص الكاس. دي كانت روح الكابتن الخطيب، وده تأثيره وده حرصه على لاعب زيك انك تبقى موجود وانك تكمل مسيرتك مش بضغوط الجرايد، ومش اللي الكابتن الوحش هيلعبه عشان الجرايد ضغطت. معرفش ليه كابتن جمال مصمم كل شويه يفكرنا بحاجات تحتاج بعض الردود، لكن كويس انه بتبقى فرصه انه جمال عبد الحميد يعاتب جمال عبد الحميد. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل
كمان ناس تانية هتتمسك من عظمة لسانها.